مشاهدينا الكرام، مع فريق بروتيجز الشبابي الموهوب الذي يهدف برنامجه إلى تنمية وقدرات الشباب وتزويدهم بالخبرات اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم، والذي طبعا حظي بتكريم من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. احنا مثل ما شاهدته في تقرير سابق من قبل فترة، دائما صاحب السمو هو راعي الشباب ودائما موجه الاهتمام لهم. منظمة بروتيجز الشبابية هي نموذج يحتذى في توفير المساحات من خلال البرامج والأنشطة اللي تقوم فيها منذ 6 سنوات، لتكون رديفة لمساعي الجهات الحكومية الراعية للشباب لتحقيق الريادة الشبابية وتمكينهم من إبراز طاقاتهم وتطلعاتهم في جميع المجالات. للحديث أكثر في هذه أو عن هذه المنظمة، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو محمد المنيخ، مرشد في مجموعة بروتيجز. اهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا. اهلا وسهلا فيكم وصباح الخير، مشكورين على الاستضافه الحلوه هذه. الله يخليك. اول شيء انا بقول لك، احنا كنا نشوف الاعلانات على الشاشات بروتيجز ونحاول يعني نقول شنو يبون، زين هذول الشباب موجودين. فكلمنا عن هذه البدايه اللي كانت هي انطلاقتكم، زين بالنسبه لنا احنا بشكل اعلامي، لكن اكيد كان في انطلاقه قبلها من ناحيه الاستعدادات. عدل، هذا البرنامج بدأ برنامج ذا بروتيجز من 2010 تقريبا، وب 2010 كانت بداية بسيطة. هي الفكرة نمت ان المرشدين كانوا يشوفون في فجوة بين ان اللي يعرفونه الجيل الحالي واللي كانوا يعرفونه من تراث من انجازات اجيال الثمانينات والسبعينات. فبدا البرنامج بحيث انه يغطي هذه الفجوه، يعطي يسلط الضوء اكثر على انجازات مثل لاعبين مثل المرعب جاسم يعقوب والى اخره من الفنانين والفنانات والانجازات اللي حققوها. هذه كانت الانطلاقه او بذره الانطلاقه بالبرنامج، وتطور من 2010 الى اليوم الى انه صار برنامج يعني يركز على تنمية الشباب، أن يكونون قياديين في وسطهم من أعمار من 16 إلى 24، ويكون هذا عن طريق أن كل شخص ننمي فيه القدرة اللي موجودة فيه أساسا. بمعنى إحنا لا نخلق قادة، هم أوريدي موجودين قادة، ولكن إحنا نعطيهم تجارب مختلفة يجربون مواهبهم ومميزاتهم في هذه التجارب، انه يكون والله مره في الغناء، مره بالفن، مره بالرسم، مره بالكتابه، مره والله انجاز المشاريع. فكل شخص منهم بحد ذاته قائد، ولكن كمجموعه نختار احنا 25 سنويا يكونون ايضا قاده ويسوون مشروع متكامل. حلو، كلمنا عن لقائكم مع صاحب السمو، وشنو كانت المشاعر فيه واثر عليكم؟ طبعا لقائنا مع صاحب السمو امير البلاد كان لقاء ابوي، لقاء تشرفنا فيه. هذا ثاني لقاء لنا مع صاحب السمو امير البلاد. اللقاء الاول كان ب 2010 واعطانا دعمه وقال لنا ان اتمنى ان الكويت كلها تسمعكم، وخلال ال7 سنوات اللي فاتت ما يعني عملا على توصيه صاحب السمو وصلنا الى ابعد من الكويت، وصلنا الى الخليج العربي، وعندنا اعضاء في برنامج ذا بروتيجيز من الخليج وايضا من الوطن العربي كافة. فهذا يعني بعد 7 سنوات رحنا له مرة ثانية كلقاء أبوي أيضا نوري النتائج اللي وصلنا لها. والحمد لله كانت ردة فعله جدا طيبة، وأفرحتنا أن نستانس بالنتيجة اللي وصلنا لها. حلو، أنا إذا بسألك يعني سؤال من شقين. إيه؟ الشق الأولاني بروتيجز اللي هو تشرح لنا معناه حق اللي ما يعرفونه. إيه؟ والشق الثاني، ليش اخترتوا الاسم باللغة الإنجليزية؟ او نقول اساسها شنو؟ اي حلو. أي. هو في اللغه الانجليزيه، او خلينا نقول مثل في لكل طالب هناك استاذ، لكل مرشد هناك طالب باللغه العربيه، ولكن بالانجليزيه بروتيجيز. البروتيجيز ترتبط بالمرشد اكثر ما ترتبط بالاستاذ، لان احنا في برنامج ذا بروتيجيز ما نعطيهم نظريات، نعطيهم امور عمليه من تجارب عمليه قام بها المرشدين. فهذه من وين جت كلمه ذا بروتيجيز، وسبب اختيارنا كلمة The Protégés ومعناها بالإنجليزي، لأن احنا نهدف أنه ما يكون عندنا طالب أو أنه خريج من The Protégés أنه يكون شخص ملائم لبيئة
محدده نبي يكون بيئه عالميه. فلما تشوفي احنا ذا بروتيجز اللي عندنا موجودين في اغلب دول العالم، في ناس موجودين الحين حاليا يشتغلون مثلا في بريطانيا، موجودين في امريكا وفي دبي. فالحمد لله الهدف انه يكون شخص مواطن واعي وعالمي. ها حلو. طيب شلون الواحد يلتحق معاكم وشنو بالضبط اللي انتم تقدمونه له من مثلا انشطه، يعني بمعنى الارشاد، شنو هو ارشادكم في اي مجالات؟ حلو. طريقه التقديم هو عن طريق الويب سايت اللي هو www.protegees.org. هذا تقدم الطلب، اذا كنت من 16 سنه الى 24 سنه انت مؤهل انك تقدم للبرنامج. البرنامج سنويا يكون بالصيف مدته 6 اسابيع اللي هو الدورات التدريبية المكثفة مع المرشدين، وبعدها 3 أشهر إنجاز المشروع. فخلال هذه الفترة كلها 3.5 أشهر أو 4 أشهر البروتيجي الطالب راح يمر بتجارب عديدة، منها تجارب عملية، تجارب من محاضرات، جلسات فردية مع المرشدين، وأيضا هم بينهم بين بعض. تخيل أنت يعني ما يعرفون بعض من قبل، 25 شخص في بعضهم يعني الخلفيات مختلفة، تكون والله واحد يتحكى بس انجليزي، واحد يتحكى بس عربي، الاعمار من 16 الى 24 يعني من ثانوية الى جامعة، ولكن كلهم لازم يقدرون يتفقون مع بعض، يختارون فكرة واحدة ويؤسسونها خلال 90 يوم. هذا التحدي بحد ذاته للشركات وللموظفين بشركة يعني مع شهاداتهم تحدي كبير. أيوة. فما بالك في طلبه، وكل سنه الحمد لله قاعد ينجزون هذا الانجاز، وفي مشاريع وايد قامت على موجوده بالكويت حاليا من هذا البرنامج. انزين، يعني عاده يعني من ضمن حتى عمليه الاختيار ال 25 اللي تختارونهم يكون في مقابلات شخصيه، صحيح؟ انزين، هذه المقابلات الشخصيه ما شفتوا اشخاص كان عندهم سمه من سمه الخجل في التعامل، لكن تحس ان هذا راح يجي منه يكون قائد؟ اكيد اكيد. أيه. احنا شو نسوي بالمقابلات؟ مقابلاتنا صراحه اعتبرها جدا جدا تحليليه وكثيفه. ايضا احنا نقوم في مقابله الشخص تقريبا 4 إلى 5 مرات. أيه. اساس نضمن ان اولا احنا اخترنا ال 25 الصح اللي يتواكبون مع بعض. احنا ما نختار الشخص الافضل، نختار ان ال 25 كمجموعه متوالمه مع بعض. هذا الاختيار الاول. الاختيار الثاني اذا كان شخص خجول أو يستحي بالمقابلة، فخلال الأربع أو خمس مقابلات نقدر نتخطى هذا الهاجس ونقدر نوصل لشخصيته الفعلية، هو شنو الموهبة اللي فيه. يعني ممكن يكون هو خجول بالمقابلة، ولكن إذا خليته مثلا يكتب كاتب باهر ولا شاعر مثلا، فنقدر نكتشف هذا الشيء فيه. إنزين، لازم يكون متفوق دراسيا ولا يكون إنسان يعني نقول ناشط اجتماعي، عنده يعني مثل ما يقولون ابن الدنيا ابن الحياة؟ لا هذه ولا هذه. احنا نبي واحد على الاقل يكون بوصلته واضحه بالنسبه له، يعرف على الاقل شنو يحب، وقاعد يحاول يمارس اللي يحبه، سواء نجح او فشل، متفوق فيه او ما تفوق فيه، ولكن على الاقل يكون يعني بهذا السن اذا كان عنده بصيص من الامل او النور اللي شايف وين بيروح. احنا بس بناخذه بنوديه مكانه، يعني احنا ما راح نوجه احد الى درب وهو ما يبي يروح له. نعم. انزين محمد المنيخ، احنا مثل ما انت عارف احنا في عام 2017، وهذا العام مخصص انه يكون عاصمه الشباب، شباب العام. فشنو الكلمه اللي راح تقولها وتوجهها للكاميرا ولشبابنا؟ أنا صراحة أتمنى من جميع الشباب أن يحققون أهدافهم ويكونون ويمارسون ما هما عليه، بعيدا عن المعتقدات الاجتماعية، بعيدا عن العوائق اللي ممكن تحطها لهم أي فكر اجتماعي موجود. أنت شخص فريد من نوعك، مارس هذا التفرد في مجتمعك، لأن المجتمع لا يحتاج نسخة أخرى من أي شخص ثاني، يحتاجك أنت أن تكون متفرد ومتفوق فيما تعرفه. أنت موهبة وميزة من الله سبحانه وتعالى، فمارسها. نعم، احنا بالفعل محمد المنيخ شاكرين لك جدا على حضورك للاستديو ومشاركتك لنا في هذا يعني المشروع الجميل اللي انتم قاعد تشتغلون عليه، وعلى شبابنا الحلوين في كافه دول العالم منتشرين ان شاء الله، وكل التقدم والازدهار لك في مستقبلك باذن الله. شكرا، مشكورين على الاستضافه الحلوه، وانا كنت سعيد جدا في هذه المقابله. حياك الله.